واعتادت الولايات المتحدة أن تكون قياداتها من النوع المتفهم للعلاقات الدولية والمدرك لما تهتم به دول أخرى كالمغرب وتتفهم ما الذي تقوم به الصين. وتراجعت مكانة القيادة الأمريكية عندما بدأت تنظر إلى أدوات التواصل الاجتماعي لتعرف عدد المتابعين لتغريداتهم على تويتر. واعتقد أن أمريكا ستستعيد نظرتها الدولية قريبا من خلال الاستثمار في أشباه الموصلات والطاقة المتجددة. ولدى الولايات المتحدة نظام بالغ الحيوية في مجال الاختراعات والمجال الأكاديمي والمالي، والذي سيعاود نشاطه ليس للهيمنة على العالم، ولكن الذين يفكرون في تلك الهيمنة هي الأنظمة الشمولية في بكين وموسكو، وهم يحاولون استغلال ما يحدث حاليا، ولكن ذلك سيتغير. لذلك أقول لأصدقائي في المغرب، عندما تزورون واشنطن تحدثوا مع أعضاء الكونغرس وسألوهم هل تعرفون ما يجري في بلادنا؟ هل تهتمون بذلك؟ كيف تساهم سياساتكم في تعزيز مصالح أمريكا ونفوذها في العالم؟ وكيف تعدون لمستقبل أفضل؟